السلام عليكم، أنا دكتور ليث. اليوم إن شاء الله راح أكون معكم محاضرة كلش مهمة، أغلبية الطلاب عندهم بها مشكلة، هي محاضرة الـ Acid Base Balance. إن شاء الله راح أشرحها بطريقة مختصرة وسهلة عمو تفهموها. بالبداية راح ناخذ فد بيسك عن الموضوع. لازم نعرف أكو فد معادلة بسيطة ماضيها بالكيمياء سابقا. إحنا نعرف الجسم تقريبا 60 إلى 70% يتكون من الماء. هذا الماء وهذا الـ CO2 اللي موجود بالدم راح يصير بيناتهم في التفاعل يعطيني H2CO3. بي سهم رايح جاي، بمعنى شنو؟ بمعنى هذا ممكن يتفكك الى H2O CO2، بالإضافة الى H2CO2 من يتفكك يعطيني H زائد HCO3. زين، الـ H هو شنو؟ هو الحامضية، دلالة الحامضية، والـ HCO3 هو دلالة القاعدية. أيضا أكو سهم رايح جاي، بمعنى شنو؟ إنه إذا تفاعل الـ HCO3 ويا الـ H يعطينا H2CO3. هذا بالنسبة لهاي المعادلة، الـ H دلالة الحامضية والـ HCO3 دلالة القاعدية. أهم سيستمين يلعبون دور مهم في عملية الـ Acid Base Balance هو اللانكس والكدني. الـ CO2 وين تتم عملية التبادل الغازي؟ تتم باللانكس. فإذا اللانكس مسؤول عن الـ CO2، يعني أي خلل بالـ CO2، أي خلل بالـ CO2 هو مسؤول عن اللانكس، فيكون شنو؟ ريسبيراتوري، فيكون ريسبيراتوري كوز، ماشي؟ وأي خلل بالـ HCO3 من يكون مسؤول عنه؟ الكدني، اللي هو الميتابوليك. فإذا الـ CO2 ويا ريسبيراتوري والـ HCO3 ويا الكدني اللي هو الميتابوليك. ملاحظة مهمة ثانية، من يصير خلل بالـ CO2 اللي هو مسؤول عن الريسبيراتوري، الكومبنسيشن مالته يكون عن طريق الميتابوليك. مثال، إذا CO2 زاد بالجسم، يعني زادت الحامضية عندنا، على مود يصير توازن ويرجع الجسم للبالانس، منو راح يتحكم بيه؟ يتحكم الكدني، إنه يقوم يزيد لنا الـ HCO3 بالجسم، يسوي له ري ابزوربشن، ما يخليه يطلع. عن مود تزداد القاعدية، فمن تزداد القاعدية تقابل الحامضية فيصير عندنا بالانس، والعكس صحيح. إذا صار عندنا خلل بالـ HCO3 يعني بالميتابوليك يعني بالكدني، من الكومبنسيشن مالته؟ الكومبنسيشن مالته هو اللانكس الريسبيراتوري، ماشي؟ فهذا هو البيسك، الريسبيراتوري كومبنسيشن مالته هو الكدني اللي هو الميتابوليك، والميتابوليك الكومبنسيشن مالته هو الريسبيراتوري أو اللانكس. هذا فد بيسك للموضوع، على مود هسه نعرف شلون نقرأ ورقة الـ ABG، شلون نعرف نقرأ ورقة الـ ABG. يقول لك الريسبيريشن الكومبنسيشن مالته تصير سريعه خلال minutes to hours، بينما الميتابوليك الكومبنسيشن مالته تطول شويه days to develops. يعني الريسبيراتور عمود يسوي كومبنسيشن للميتابوليك سريعه، اما الميتابوليك عمود يسوي كومبنسيشن للريسبيراتور شويه تطول. هاي ايضا معلومه. فقبل ما نطب ورقه الاي بي جي لازم نعرف النورمال فاليوز. عندنا ثلاث شغلات نعتمد عليها عن نقرا ورقه الاي بي جي، اللي هو البي اتش والـ PaCO2 والـ HCO3. لازم نحفظ النورمال رينج مالتهم، على اساس راح نقرر هو اسيلوسيس الكالوسيس والريسبيراتوري لو ميتابوليك. فالـ pH نورمال مالته 7.35 الى 7.45، والافرج مالته هو 7.40. هسه نعرف شنو الافرج. PaCO2 من 35 لحد 45 والافرج مالته هو 40، والـ HCO3 من 22 لحد 28 والافرج مالته هو 24. ماشي، هذا نورمال فاليوز لازم تحفظه. زين، نجي هسه على الستيبس اللي راح نقرا بيها الاي بي جي. اول ستيبس لازم نعرف ازت اسيدوسيس اور الكالوسيس. شلون نعرف اسيدوسيس او الكالوسيس؟ ناخذ البي اتش. اذا كان اكثر من 7.45 هو الكالوسيس، واذا كان اقل من 7.35 هو اسيدوسيس. مثل ما قلنا الرينج مالتنا 7.35 الى 7.45، اكثر من 7.45 الكالوسيس، اقل من 7.35 اسيدوسيس. هاي الستيبس الاولى، اول ستيب بالاي بي جي تجي تباع هو اسيدوسيس او الكالوسيس. خلصنا من الستيب الاول. هنا قلنا اقل من 7.35 اسيدوسيس، اكثر من 7.45 الكالوسيس. الافرج هو 7.40، بمعنى انه من 7.40 لحد 7.45 هو نورمال بس مايل للالكالوسيس، بينما من 7.35 لحد 7.40 هو نورمال ضمن النورمال رينج بس مايل للاسيدوسيس.
يعني هاي مرات تفيدنا من نقرا ورقه الاي بي جي. فلازم تعرف الافرج 7.40 هو الافرج، بينما اقل من عند الحد 7.35 هو نورمال لكن مايل للاسيدوسيس، ومن 7.40 لحد 7.45 هو نورمال بس مايل للالكالوسيس. هاي ايضا صوره موضحه لها. الستيب الثانيه هاي مهمه، هنا هي المشكله ممكن تكمن عند الطلاب، هل هو ريسبيراتوري لو ميتابوليك؟ فعندنا روم ميثودز تقريبا شفت هي اسهل طريقه نقرا بها الاي بي جي. شنو هي الروم ميثود؟ معناه باو علينا روم يعني هو مختصر، الار معناه ريسبيراتوري والاو معناه اوبوزيت، الام معناه ميتابوليك والاي معناه ايكوال. يعني شنو معناه؟ معناه اذا كان البي اتش ويا الريسبيراتوري، يعني راح نباوع اول شيء على البي اتش، هو صاعد لو نازل قررنا على اساسه هو اسيدوسيس لو الكالوسيس، وراها راح نباوع على الـ HCO3 وعلى الـ PCO2. إذا كان تو سيم دايركشن ايكوال، يعني الـ pH صاعدة وهذول اثنيناتهم صاعدين، أو الـ pH نازلة وهذول اثنيناتهم نازلين، يعني الـ HCO3 والـ PCO2. إذا كانوا سيم دايركشن يعني ايكوال ماشي، أو ماتشت يسموها مرات، يعني سيم دايركشن، لو اثنيناتهم صاعدين لو اثنيناتهم نازلين، هذا يكون ميتابوليك. نقول عليه ميتابوليك اذا كانوا سيم دايركشن يعني بنفس الاتجاه اللي هو ميتابوليك وايكوال. بينما شنو ريسبيراتوري اوبوزيت؟ اذا كان معاكس، يعني شنو؟ يعني البي اتش صاعده والاي سي او 3 او البي سي او 2 نازله، يعني شفنا واحد عكس الثاني، واحد صاعد واحد نازل، هنا يكون هو ريسبيراتوري. اذا هسه خصمنا الموضوع، اذا كان ذا سيم دايركشن البي اتش ويا البقيه اللي هو البي سي او 2 والاي سي او 3 هذا نقول عليه ميتابوليك، اذا كان بعكس الاتجاه هذا نقول عليه شنو؟ ريسبيراتوري. هذا ايضا صوره توضيحيه ثانيه، نشوف هنا البي اتش صاعده البي سي او 2 نازله، واحد يعني هو ريسبيراتوري ماشي، اثنيناتهم ريسبيراتوري، هنا البي اتش صاعده الاي سي او 3 ايضا صاعده فهو ميتابوليك ماشي، سواء كان الكالوسيس او اسيدوسيس. فانت خلي هذا الموضوع ببالك، اذا اثنيناتهم صاعدين او نازلين ميتابوليك، إذا واحد عكس الثاني فهو شنو؟ فهو ريسبيراتوري. هذا أيضا مثال توضيحي. الـ pH هنا صاعد فوق الـ 7.45. الـ PCO2 شنو؟ أيضا صاعد، فهو صاعد ويا صاعد شو يكون؟ ميتابوليك. ماشي؟ بينما 7.45 صاعد، هنا الـ PCO2 أقل من 40 أو أقل من 35، هنا مثال نطيع على 40 بس هو 35، ماشي؟ لأن هنا مطيع على الأفرج، على الأفرج. فيكون ريسبيراتوري. فاذا صارت العمليه سيم دايركشن ميتابوليك اوبوزيت دايركشن ريسبيراتوري. هنا ايضا توضيح البي اتش نازله ماشي، والسي او 2 والاي سي او 3 ايضا نازله، فاذا سيم دايركشن ايش صار؟ صار ميتابوليك ماشي. هنا البي اتش هنا اسيدوسيس، يعني البي اتش نازل اسيدوسيس ماشي، البي اتش نازله بس سي او 2 والاي سي او 3 شنو صاعده؟ فصار ريسبيراتوري. ليش؟ للاوبوزيت دايركشن. وهذا كذلك بي اتش صاعده السي او 2 والاي سي او 3 صاعدين اثنيناتهم، فصار ميتابوليك ماشي. هنا البي اتش صاعده بس سي او 2 والاي سي او 3 نازله فصار ريسبيراتوري. فاذا هذه الخطوه الثانيه، الخطوه الاولى هو اسيدوسيس لو الكالوسيس عن طريق البي اتش، الخطوه الثانيه هو ريسبيراتوري لو ميتابوليك بهاي العمليه، هو اوبوزيت دايركشن لو سيم دايركشن. الستيب الثالث هو كومبنسيشن. الكومبنسيشن قبل شوي شرحنا شنو الكومبنسيشن، اذا كان الخلل بالريسبيراتوري الكومبنسيشن يكون بالميتابوليك والعكس صحيح. طبعا هنا اكو معادلات، يعني لازم تحفظ المعادله على اساس راح نشوف اكو ابروبريت كومبنسيشن لو لا، بس احنا للسهوله يعني بالطوارئ على السرعه نتبع هاي يعني رفلي. ايش راح نقول؟ نقول اذا كان البي اتش ضمن النورمال رينج نقول هو فولي كومبنسيتد، يعني المعادلة fully compensated. إذا كان all three values are abnormal، يعني الـ pH مو ضمن الـ normal range، والـ HCO3 مو ضمن الـ normal range، والـ PCO2 مو ضمن الـ normal range، يعني ثلاثتهم مو ضمن الـ normal range، هذا يكون partially compensated. partially compensated. النقطة الثالثة إيش وقت يقول إذا PCO2 أو HCO3 واحدة منهم normal والثانية abnormal، هنا يكون uncompensated. فإذا إذا الـ pH normal هذا fully compensated.
إذا ثلاثتهم مو ضمن النورمال رينج هذا صار partially compensated. لا إذا واحد منهم نورمال يعني PCO2 ليس وتر واحد منهم نورمال والثاني abnormal هذا uncompensated. هسه إن شاء الله بناخذ الأمثلة راح نفهمها. الستيب الرابعة هو الأنيون جاب. الأنيون جاب يعني هسه عندنا صار ثلاث خطوات نوصل للخطوة الرابعة بورقة الـ ABG اللي هو الأنيون جاب. شلون نطلع الأنيون جاب؟ عندنا معادلة اللي هو الصوديوم زائد بوتاسيوم ناقص الكل كلورايد زائد ACO3. هاي القيم يعني هي تجي ضمن الـ يعني ضمن الـ يعني إذا عندك امتحان يجيك ضمن الأسئلة، وإذا ما عندك امتحان بورقة الـ ABG هي موجودات النسب وعلى أساسها راح تحسب. ماشي؟ واكو معادلة ثانية أحيانا ما يعطيك البوتاسيوم، فإذا ما اعطاك البوتاسيوم يكون الصوديوم ناقص الكلورايد زائد ACO3، فحسب هو البوتاسيوم موجود لو ما موجود. ماشي؟ أيضا هذا بي نورمال رينج. النورمال رينج هو من 8 إلى 12 إف وذاوت بوتاسيوم. إف وذاوت بوتاسيوم، إذا ويا البوتاسيوم 12 إلى 16، إحنا نقول دائما هو 12 زائد ناقص 4. 12 زائد ناقص 4، فهو إذا عدم وجود البوتاسيوم 8 إلى 12. ويا البوتاسيوم 12 الى 16، فاحنا نقول 12 زائد ناقص 4. الخطوة الأخيرة يسموها هو الدلتا ريشيو. الدلتا ريشيو، الدلتا ريشيو شو وقت تطلعها؟ تطلعها بحالة واحدة، أنت بكل أي بي جي إذا تريد تقرأ تطبق أول أربع خطوات بكلها. تبقى هاي الخطوة الخامسة تطبقها بحالة واحدة، إذا طلع الأنيون جاب إليفيتد. يعني طلع أكثر من النورمال رينج مالته، إذا كان مثلا النورمال رينج قلنا 12 زائد ناقص 4، إذا طلع أكثر من هذه النسبة يعني فوق ال 16 ماشي، هنا راح تروح تطلع الدلتا ريشيو. ليش؟ لأن ممكن اكو انذر ديستربنس، يعني أحيانا يجي المريض عنده ميكست ابنورماليتيز، يعني مو أسيد بالانس أسيد بيز ديستربنس وحدة، لا أكثر من وحدة. فهنا راح نطلع الدلتا ريشيو ماشي، فبحالة وحدة فقط إذا الأنيون جاب إليفيتد. اما اذا طلع ضمن النورمال رينج يعني نورمال انيون جاب ما يحتاج تروح للدلتا ريشيو. هاي ملاحظه كلش مهمه، بكل شيء تطبق اول اربع خطوات، اما الخطوه الخامسه تروح لها فقط اذا اكو اليفيتد انيون جاب. شنو معادله الانيون جاب؟ اللي هو متغير الانيون جاب على متغير ال SCO3. متغير الانيون جاب على متغير ال SCO3 اللي هو الانيون جاب ايش قد عندك النورمال ماتك العفو ايش قد طلع الانيون جاب ناقص النورمال ماتك على على الاي سي او 3 نورمال ناقص الاي سي او 3 اللي حسبته او اللي طلع بورقه الاي بي جي. هاي المعادله مال دلتا ريشيو اللي هو الانيون جاب الطبيعي اللي طلعت ناقص الطبيعيه على الاي سي او 3 الطبيعيه ناقص الاي سي او 3 اللي طلعت بورقه الاي بي جي. هاي معادله الدلتا ريشيو اللي قلنا نروح لها شو وقت فقط اذا عندنا اليفيتد انيون جاب. نجي على الدلتا ريشيو. الدلتا ريشيو من يعني سوينا المعادله مالته وطلعت النتيجه، يقول لك اذا طلعت النتيجه اقل من الواحد اقل من الواحد بمعنى عندك تو ديستربنس اللي هن شنو؟ هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس زائد نن انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس. اللي هو شنو هذا الهاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس؟ اللي هو اول ابنورمالتيز اللي طلعته قبل ما اطلع الدلتا ريشيو، طلع لك هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس ورا ما طلعت الدلتا ريشيو طلع اقل من واحد بمعنى اكو ويا شنو سكند ديستربنس اللي هو نون انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس. اما اذا طلعت النسبه من واحد الى اثنين بمعنى عندك بس هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس اللي هو طلعته قبل ما توصل للدلتا ريشيو. ماشي؟ اما اذا طلع اكثر من اثنين طلعت انت هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس اكو ويا بعد شنو ميتابوليك الكالوسيس. فحسب هاي النسب راح تقرر عند الديستربنس وحده او اكثر. حسب هاي النسبة أقل من واحد عندك اثنين، واحد إلى اثنين عندك واحد، أكثر من اثنين عندك اثنين. ماشي؟ هسه راح ناخذ بعض الأمثلة. راح ناخذ أول شيء على الدلتا ريشو على مود شنو؟ على مود يعني شوية تكون سهلة عندك. مطيك مثال اللي هو الـ pH 7.29 الـ PCO2 30 والـ LCO3 14. أول شيء الـ pH هو يعني ضمن النورمال رينج؟ لا. زين هو اقل من 7.35؟ نعم اقل، فهو اسيدوسيس او الكالوسيس؟ فهو اسيدوسيس. ماشي؟ الخطوه الثانيه قلنا ايش راح نسوي؟ راح نباوع على البقيه، اذا كان بسيم دايركشن نقول ميتابول، اذا كان الاوبوزيت دايركشن راح نقول شنو؟ فهو ريسبيرتوري. ف
29 نازل، يعني 7.29 نازل، الـ ACO3 أيضا نازل، والـ PCO2 أيضا نازل، فهو شنو؟ كلهم نازلين، فهو ميتابوليك لو ريسبيراتوري، هو ميتابوليك. فإذا صار عندنا هو أسيدوسز، هو ميتابوليك، فطلع ميتابوليك أسيدوسز. زين راح نعرف هو فولي كومبنسيتد، بارشال كومبنسيتد، لو أن كومبنسيتد. إيش قلنا شلون راح نعرفه؟ راح نعرفه عن طريق إنه انباو على النسب. 7.29 مو ضمن النورمال رينج، وال 30 ايضا مو ضمن النورمال رينج، وال 14 ايضا مو ضمن النورمال رينج، فاذا كلهم مو ضمن النورمال رينج. فهنا شو نقول؟ نقول partially compensated metabolic acidosis. هاي الخطوه الاولى. وراها بما انه مطيك الصوديوم الكلورايد راح نجي نحسب الانيون جاب. زين الانيون جاب شو يقول لك؟ ان صوديوم ناقص كلورايد زائد HCO3. الانيون جاب شو يساوي الصوديوم؟ صوديوم ايش قد منطيك؟ نعطيك اياه 128 والكلورايد 94، ماشي؟ زين 128 ناقص 94 زائد 14 اللي هي CO3 فيطلع لك 20، ال 20 اكثر من ال 16 يعني اليفيتد. بما انه الانيون جاب اليفيتد فايش راح نطلع؟ راح نطلع الدلتا ريشيو، والدلتا ريشيو قلنا معادلته شنو؟ متغير الانيون جاب على متغير ال CO3. فالمتغير الانيون جاب ان الانيون جاب اللي يطلع ناقص النورمال، اذا طلع ايش قد؟ 20 ناقص النورمال 12 على نورمال الافرج مال اي سي او 3 جنيه 24، ف 24 ناقص ال 14 اللي هو منطيك اياه بالسؤال فيطلع 0.8. ف 0.8 اقل من الواحد، واحنا قلنا من يطلع اقل من واحد شو نقول عليه؟ هاي الملاحظه ما ننساها، طلع اقل من الواحد فاذا اكو شنو؟ نن انيون جاب ميتابوليك اسيدوسس، فاذا اكو تو ديستربنس هاي انيون جاب ميتابوليك اسيدوسس وزائد نن انيون جاب ميتابوليك اسيدوسس. هاي هيك تحل ورقة الاي بي جي. هاي تقريبا كان اصعب مثال من الامثلة اللي اعطيته اللي وصلنا بيها وين؟ وصلنا بيها للدلتا ريشيو والاليفيتد انيون جاب. راح ناخذ هذا التيست ونشوف. البي اتش ايش قد؟ 7.30. البي سي او 2 40 والاي سي او 3 18. بي اتش نازلة لو صاعدة؟ نازلة، فهي اسيدوسز لو الكالوسيس اسيدوسز. نجي نباع الاتش سي او 3. هسه الـ PCO2 طالع ضمن النورمال رينج، زين شلون نحل هاي المعضلة؟ شلون تحله؟ تباوع على الـ pH، بما انه هو نازل، تدور شي وياه نازل. إذا شفت اكو شي وياه نازل اللي هو الـ HCO3 هذا تعتبره ميتابوليك، ليش؟ لأنه صار سيم دايركشن. ماشي؟ لأن الـ PCO2 ضمن النورمال رينج. فإذا اكو فشي وياه نازل اللي هو شنو؟ HCO3، فهو الـ pH نازل والـ HCO3 نازل فهو ميتابوليك، فإذا هذا شنو؟ ميتابوليك أسيدوسيس. زين هو partially compensated, full compensated, low uncompensated. ايش قلنا؟ راح نباوع على النسب. اكو نسبه ضمن النورمال رينج والنسبه الثانيه شنو؟ نازل يعني مو ضمن النورمال رينج، فهذا ايش قلنا عليه؟ uncompensated. فهذا شنو؟ uncompensated metabolic acidosis. وتقدر طبعا الخطوه الرابعه تسويها تشوف الانيون جاب ايضا اذا صاعده تكمل انه دور الدلتا ريشو، بس انا للسهوله وقفت لحد هنا. مثال ثاني الـ pH ايش قد؟ 7.51 صاعد لو نازل؟ صاعد، فهو شنو؟ الكالوسيس. زين نجي نباوع على البقية. الـ PCO2 شنو؟ 47 أيضا صاعد، الـ HCO3 32 أيضا صاعد، فهو كلهم صاعدين يعني شنو؟ to the same direction، الـ pH صاعد والبقية ثلاثة صاعدين يعني بنفس الاتجاه، يعني شنو؟ صار ميتابوليك الكالوسيس. نجي هو uncompensated لو full compensated لو partially compensated. راح نباوع هاي النسبة مو ضمن النورمال رينج، هاي مو ضمن النورمال رينج، هاي مو ضمن النورمال رينج، فهي كلها مختلفة فهي partially compensated metabolic alkalosis. partially compensated metabolic alkalosis. هذا أيضا مثال. مثال آخر عندك الـ pH 7.37 هو شنو؟ ضمن النورمال رينج، بس هو ايش قلنا عليه؟ قلنا لحد الـ 40 هو مايل للأسيدوسيس. هو مايل للاسيدوسيس. زين الـ PCO2 والـ HCO3 اذا هذا اعتبرناه نازل، الـ PCO2 صاعد الـ HCO3 نازل، العفو اثنيناتهم نازلين، اثنيناتهم نازلين، ليش؟ اقل من 35، فهو same direction لو opposite direction فهو same direction، فهذا ميتابوليك اسيدوسيس. زين هو compensated لو uncompensated؟ fully compensated، ليش؟ لان الـ pH رجعت للنورمال، رجعت للنورمال رينج. نقول fully compensated metabolic acidosis. ليش؟ لان الـ pH رجع ضمن النورمال رينج. واضحه؟
الاختبار الرابع والاخير بي اتش 7.42 ايضا ضمن النورمال رينج بس ما يلوين للالكالوسيس. البي سي او 2 نازله والاتش سي او 3 نازله، زين هو سيم دايركشن لاوبوزيت دايركشن، اوبوزيت دايركشن ليش؟ البي اتش صاعده وهذين اثنيناتهم نازلات، فهنا شو نقول عليه؟ نقول عليه ريسبيراتوري الكالوسيس، زين هو كومبنسيتد لو لا؟ فولي كومبنسيتد ليش؟ لانه رجع ضمن النورمال رينج، فهذا فولي كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوسيس. هيش تقرا ورقه الاي بي جي، هيش تقرا ورقه الاي بي جي، هاي طريقه مختصره، طريقه مختصره. السمري مالتنا شو يقول؟ يقول اولا ستيب 1 تشيك ذا بي اتش هو اسيدوسيس لو الكالوسيس. الستيب الثانيه تشيك بي سي او 2 اتش سي او 3 سيم دايركشن ميتابوليك اوبوزيت دايركشن ريسبيراتوري. الستيب الثالث تشيك كومبنسيشن، شلون عرفنا الكومبنسيشن؟ اذا واصله البي اتش للنورمال رينج هذا فولي كومبنسيتد، اذا نسب ثلاثه المختلفات مو ضمن النورمال رينج هذا ني بارشلي كومبنسيتد، اذا البي سي او 2 او الاتش سي او 3 ضمن النورمال رينج والثاني مو ضمن النورمال رينج هذا ان كومبنسيتد. الستيب الرابع تشيك انيون جاب، اذا كان اليفيتد تروح تطبق الخطوه الخامسه اللي هو الدلتا ريشيو. لحد هنا خلصنا محاضره الاي بي جي، ان شاء الله تكون سهله واستفاديتوا منها. شكرا جزيلا.